بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبنا، معلومة في أقل من دقيقة. وصفة الثوم للتخلص من الثآليل. الثوم له خصائص مطهرة ومكافحة للفيروسات، ووضع الثوم مباشرة على الثآليل وتغطيتها بضمادة سوف يتسبب في تحطيم أنسجة الثألول وتسقط بسرعة أكبر إذا تم تطبيق العلاج يوميا. دعواتنا للجميع بالصحة، وإلى اللقاء في معلومة جديدة. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.